أكثر من 100 طالب وطالبة كانوا على موعد مع لقاء شائق ضم رواد العلوم والتكنولوجيا، شباب أسسوا مشاريعهم المختلفة بعد جهد أوصلهم إلى محطة الريادة. مؤسسة إنجاز الحاضنة للمشاريع المتعلقة بدعم الأعمال القيادية والمهارات الحياتية، كان لها دور فاعل بتنظيم هذا اللقاء. الهدف منها الحقيقة إنه الطلاب المهتمين في مجال العلوم والمبدعين في مجال العلوم المختلفة وفي مجال التكنولوجيا يعرفوا إنه في فرص خارج فرص التوظيف التقليدية، خارج إني أكون أتخرج مثلا فيزياء لأصبح معلم فيزياء على أهمية طبعا هذا الإشي، ولكن عم نفتح آفاقهم لفرص ريادية مختلفة متنوعة ما كانوا رح يعرفوا عنها أو يعني يواجهوها بحياتهم. وزارة التربية والتعليم ومن خلال خطة تعليمية جديدة تسعى إلى ترسيخ الطرق الحديثة في التعليم من خلال استبعاد الطرق التقليدية التي باتت قديمة لا تناسب التطور التقني في مجال التعليم. فإنه ما سمعته من الطلاب ليس فقط يعني هو أمر يدعو إلى السعادة والسرور، ولكنما أيضا هو يرتب تحدي على وزارة التربية أن تنهض ببرامجها لتستجيب لتطلعات الطلبة وحاجاتهم فيما يتعلق بطبيعة المهارات التي يجب أن يمتلكوها في العلوم المتقدمة حتى يكونوا رياديين ومنافسين. برنامج تبادل المعرفة العلمية واحد من أهم البرامج التي تنفذها مؤسسة إنجاز بمشاركة كفاءات شبابية عالية ومميزة في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة. شعور حلو بأنه تقرأ نفسك خلال الفترة السابقة أنت كيف كنت وتوصل حالك الآن بعد ما مريت بهاي الفترة، بعد ما نضجت منها، بعد ما تعديتها، أنك تحكي معهم بتفكر معهم بصوت عالي، تحكي لهم عن كيف كانت الرحلة أو كيف كانت التجربة. الريادي ممكن أنت تحل مشكلة بشكل أساسي، هذا بنحاول دائما نعمله، أي حد ريادي بيحاول يحل مشكلة موجودة. تجارب مختلفة وقصص منوعة استقبلها الطلبة من الرواد ليبدأوا طريقهم من خلال الاستفادة ممن سبقهم. إشي جديد، تجربة جديدة، كان كمبدأ أنه أعطونا أفكارهم كيف بلشوا، إيش تحدياتهم كانت، من وين جابوا الدعم وكيف قدروا يوصلوا لهذه الأشياء. ساعدتني أعرف أهدافي لما أكبر، شو بدي أصير، شو رح أعمل لما أكبر، كل أهدافي يعني ساعدتني حتى أرسمها بالشكل الصحيح حتى أقدر أعملها. تتيح الفعاليات التي تنظمها مؤسسة إنجاز الفرصة لطلبة المدارس ورواد الأعمال المختلفة بهدف زيادة معرفتهم بالخيارات المستقبلية المتاحة وتحفيزهم على الدخول بمجال الريادة. مجد القصير، المملكة، عمان. إذن مشاهدينا شكرا لمتابعتكم لصباح المملكة وإلى اللقاء غدا. إلى اللقاء.